السلام عليكم اخواني اخواتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بالف خير ان شاء الله. اليوم غادي نوريكم الطريقه تاع التلصق تاع القب. ملي ساليت السلسله هانتوما درتها مغطيه، غنوريكم التلصق تاع القب وكيفاش غديروا لهذا الشيء اللي شاط لكم من السلسله. قبل ان شاء الله غادي نلصق الكتاف. بسم الله. دابا غادي نخيط القب عاد باش غادي نلاقي الخياطه تاع القب بحال كيما وريتكم شحال من مره. هانتوما كنخيطوه من برا الجهه اللي قصيره، ماشي كامل، كنخيطوه غير القياس فين كتخبى الخياطه ملي كتكون المره نفسها الجلابه، وكنقلبوه باش كنكملوا ليه الخياطه من الداخل. ثم كنعاودو نشدوه من هنايا، وهذا تاع الجلابه مونطو ما كنجيبوش، كنديروا ليه واحد الدوره شويه هكا. دابا غادي نلاقي القب هنايا في الجلابة. دابا انا حليت السلسله غادي نلاقي نلصق القب ديالي، غنجيبو هو لتحت نتوما الوجه على الوجه ديال الجلابة. انا كنبدا القب من النص، كنبدا كنخيط هما ديك 4 سنتيم اللي كنا دايرين شيطه هنايا، كنطويوها هكا هانتوما، كنطويوها هكا فوق السلسله، كنغطيو بها السلسله وكنكملوا الخياطه. هانتوما نلاقي الجهه الاخرى، غندير نفس الطريقه. هاد المره غادي نطويها لتحت بحال هكا، نتمنى تكون واضحه. ثم كنقطع هذاك الزائد ديال السلسله هكا باش ملي كنجيب نتوما القب ديالي كتكون السلسله مفينيه. هذاك الزائد تاع السلسله كنقطعوه من الفوق، ما كنقطعوش من التحت. ملي كنقلب كتجي مفينيه. دابا غادي نفيني لكم القب باش يبان. غنمشيو بهذيك 4 سنتيم كامله اللي كنا زايدين القب ملي فصلنا، هي هادي اللي غادي نطويوها دابا. تمشيو معاها غير بشويه حيت في الدوره شويه كيتكمش الثوب، ثم حتى تجيو عند الراس الاخر اللي
صافي دابا كنفينيو القب ديالنا كامل، هانتوما كيما كتشوفوا السلسله دابا كتبقى مخبيه. ملي كنصبطوها ما كتبقاش تبان، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، تلقوا فيديو قادم ان شاء الله.